السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة بونيكا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض عملية صيانة للأحواض، أحواض الساند بونيكا. طبعا الأحواض بتتنضف بعد ما شلنا السمك منها وبننزل الرمل ده. طبعا احنا الصيانة دي بعد سنتين، يعني ده بعد سنتين، يعني مش كل سنة هعمل صيانة. طبعا هنا الرملة مش اللي هي الخشنة قوي، المفروض الرملة تبقى خشنة، طبعا لقيناها ما كانش خشن ناعمة. فطبعا بتيجي بعد سنتين بتلاقي عملية الصرف بتقل شوية، يعني عملية الصرف تبقى ضعيفة زي ما انت شايفها كده. يا رب تكون واضحة. ده عملية الصرف هنا بتبقى ضعيفة كده، نزلتش مية كتير، فبنلجأ ان احنا ننزل الرمل من الحوض. هنشوف بقى الحوض بعد ما شلنا الرمل من الحوض. اهوت ادي ماسورة الصرف واضحة اهيت اللي عليها الشاش. طبعا احنا لازم نراجع الشاش تاني ونشوف الشاش سليم ولا لا. يفضل ان احنا طبعا هنعيد عملية التشيش لها تاني، هنلف عليها شاش تاني لو لقينا الشاش متاكل او ادم. في الحالة دي بتشيل الشاش وتلفه، لان الماسورة دي زي ما انتوا عارفين بتبقى مخرمة من ايه، من اعلى كده، تمام. وبنحط حواليها زلط كتير زي ما انتوا شايفين كده. الزلط ده هنجيب زلط ونحط زلط كتير حواليها، وبعد كده بننزل الرمل. الزلط طبعا بيعمل كمصفى عشان الايه، الماسورة ما تتسدش. طبعا انا براجع معاكم الشاشة، اهوت الشاشة يعني سليم، مفيش حاجة خالص، مش مقطوع ولا حاجة. بس طبعا برضو عشان تحسين الصرف يفضل ان احنا نعيد تشيشها تاني ونعيد التربيط تاني، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تسريب يعني. والحمد لله ما كانش فيه تسريب، كان بيحصل بس ان مثلا الحوض ينبعج زي الحوض ده كده، تمام. لما بيخف الرمل منه بيرجع تاني، يعني ده كان فيه انبعاجة، كان فيه هنا لاحظوا في الفايبر لما بيزيد عن القاعدة بتاعته ممكن ينبعج كده، ينزل لتحت كده شوية. فطبعا لازم الحرف ده يبقى هنا كده بالظبط، الحرف ده اهو لازم يبقى هنا، يعني نهاية الحوض مع نهاية الايه، الستاند بتاعه. ما ينفعش انه يبقى طالع بره الستاند، عشان كده هنسحبه من قدام شوية، تمام، عشان ما يحصلش فيه اي انبعاجات للايه، لان ده فايبر في الاول وفي الاخر، يعني مع الرمل والمية طبعا ايه، مع الوقت بيحصل له انبعاج. ده اللي كنت حبيت اكلمكم بس على الصيانة. فالصيانة انت بتعمل صيانة كاملة، يعني بتشوف حتى لو الحوض فيه تسريب بتشوف مكانه فين وبتسده. الحمد لله ما فيش تسريب عندنا. بتشوف اللي تراجع التاني زي ما قلنا الشاش، طبعا بتحط زلط بتغيره يا بتسيبه لو جديد، وبعد كده بتحط زلط وانت نزل الرمل بتاعك اللي انت كنت منزله قبل كده. الرمل طبعا سيبناه فترة عشان ينشف. بعد كده بتراجع برضو الوصلات بتاعتك. الخرطوم ده بيجرالوش اي حاجة بتاع الري ده، لكن بتراجع الوصلات ما بين الاحواض يعني وبعضها، زي الوصلة اللي هناك دي كده، زي الوصلة اللي هناك دي كده، تمام. الوصلة دي بنراجعها ونشوفها تمام تمام خلاص، فيها تسريب بنفكه ونرجع نربط تاني، تمام. زي مثلا الوصلة دي، التي اللي اسمه ايه ده، البتاع ده اللي بيلفوه ده، مش السباكين، معرفش اسمه ايه ده، بي بي يعني بنرجع تاني نحط جديد ونربط عشان برضو ما يحصلش ايه في تسريب. وادي الجوان اهو سليم، مفيش حاجة. ده الجوان اللي هو ده، مفيش حاجة خالص، تمام. بس يعني هي كده فعلا راجعه لورا شويه، سايبه هنا شويه اهم، هم دول لا هنسحبه بحيث يبقى على هنا كده، عشان الحته اللي ورا اللي هي معديه، اللي معديه الاستاند. انما القديم التاني ده كويس خالص اهوت، والزرع زي الفل، يعني نعناع اللي هو بيقول عليه النعناع السعودي ده موجود زي الفل اهوت. بس وده سلق، تمام، وده نعناع بلدي، تمام. احنا يعني هنعيد الزراعة تاني. طبعا النعناع هنخف النعناع شوية، النعناع كتير قوي
فهنخف النعناع. طبعا فجل الحصان برضو اللي كنا اتكلمنا عليه كتير موجود برضه هنا اهو، يعني اهو اللي هو ده موجود اهو الحمد لله كتير، وزارعين هناك برضه هنا كده. السطح بصراحة كله على بعضه كده عاوز شغل إعادة صيانة تاني بسرعة عشان نلحق نزرع الشتو بتاعنا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واستفدتوا من عملية صيانة نظام الساندوبونيك. بشكركم، وأي سؤال اكتبوه في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.